القوات المسلحة يعملوا يعني مئات الفنادق زي كده عشان نثبت للعالم ان احنا برضو مستوانا الفكري والثقافي والحضاري موجود بشكل يعني واضح جدا. طبعا هذا الانجاز هو في سلسله هذه الانجازات الكبيره جدا اللي ما حصلتش في اي بلد في العالم، انجازات في فتره قصيره جدا بهذا الكم، تستحق من كل فرد في مصر وفي العالم انه يضرب لنا تعظيم سلام. الدوله انجزت لنا اشياء كتير مهمه في حياتنا، ولا زلنا احنا طماعين ننتظر منها اكتر واكتر انجازات اكتر. البلد محتاجه اشياء كتيره جدا. شرف ليا يعني ان انا اتعزم على حفل انجازات الدوله، وان تكون حفل انجازات الدوله متزامنه مع افتتاح فندق بالحجم ده وبالشياكه دي وبالاناقه دي، ده حاجه حلوه جدا. انا مبسوط بوجودي. حتى السنه اللي فاتت كنت شاركت في احتفالات سينا باستعراض كان مدحت صالح قدام سياده الرئيس. فاي انجاز بيحصل لازم بنشارك، وهنروح نشارك في اسوان، يعني الايام الجايه فيها خير باذن الله. اعتقد انه الدوله المصريه تعيش في حقبه من ازهى الحقب اللي تعيشها من ازدهار في الاعمار والبناء والتنميه الحقيقيه اللي احنا شايفينها وبشكل محسوس، سواء عن طريق الطرق او الانفاق او المباني لاخواتنا الاكثر احتياجا من ازاله العشوائيات وبناء جديد ليهم، يعني سواء حتى على المستوى الخارجي انجاز الدوله اللي بتعمله دلوقتي من انه مصر دلوقتي تحول اسوان لعاصمه لافريقيا، وانه مصر تتسلم رئاسه افريقيا. اعتقد ان ده شيء كله عظيم، وانا كمصري فخور بهذه الانجازات، واتمنى لمصر كل التوفيق والنجاح قياده وشعبا.